صراع انتخابات النادي الأهلي يبدأ بشكل مبكر، وصفقة لاعب الإسماعيلي تعود للحسابات داخل جدران النادي الأهلي، وناصر ماهر إلى فيوتشر، وحارسين جداد للنادي الأهلي في يناير، والأهلي يحصل على توقيع لاعب بيراميدز، وكسب كريم حسن شحاتة. وفي بركة الأخبار على النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم محمد رفعت على قناة كورة سبورت. حلقتنا النهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من الحلقة هنتكلم فيه كالعادة عن كل أخبار نادينا النادي الأهلي، في الجزء الثاني هيكون أخبار الزمالك. لكن في البداية تعالوا نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الكومنتات كما يطلع دوس لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة. تعالى نبدأ حلقتنا من اخبار النادي الاهلي. النهاردة مران النادي الاهلي النهاردة انتظم كهربا وطاهر محمد طاهر في تدريبات النادي الاهلي الجماعية بشكل طبيعي. حسين الشحات وياسر ابراهيم النهاردة بيواصلوا العلاج والتأهيل وأدوا جلسة النهاردة في الجيم، وان شاء الله الاتنين هيكونوا موجودين في تدريبات يوم الاحد. موسيماني على فكرة منح جميع اللاعبين راحة لمدة 3 ايام حتى يوم الاحد القادم. الجهاز الفني بدأ من دلوقتي يدرس بطل النيجر قبل السفر بالفيديو وتكثيف كده من موسيماني على الجهاز الفني ومحللين الاداء ان هم يدرسوا بطل النيجر عشان ما يكونش فيه اي مفاجاه للنادي الاهلي في بدايه مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه من جديد. الكابتن محمود الخطيب راجل حدد موعد مبدئي لانتخابات النادي الاهلي، هتكون يوم 25 و26 نوفمبر، وبينتظر تصديق عليهم في اجتماع مجلس الاداره. احمد دياب رئيس رابطه انديه الدوري بياكد ان يوم السبت ان شاء الله هيكون الموعد النهائي من اجل تحديد شكل الدوري الجديد. النادي الاهلي في الوقت الحالي بيبحث عن فريق قوي للقاء ودي في فتره توقف الدوري، مش عايزين فريق ضعيف زي الغابه، النادي الاهلي بيبحث عن فريق اقوى من مباراه الغابه. تقارير صحفيه بنسبه كبيره جوهر نبيل ورانيا علواني خارج قائمة الكابتن محمود الخطيب، وقد يكون أيضا هناك نائب جديد في قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات الجاية غير العامل فاروق. كمان في كلام من الكابتن حسام غالي ممكن ينضم لقائمة الكابتن محمود الخطيب ويترك منصبه في شركة الكرة بالنادي الأهلي، فيبدو أن صراع الانتخابات بدأ بشكل مبكر. كمان في تقارير صحفية وأخبار دلوقتي موجودة على السوشيال ميديا، والأخبار دي لما بتنزل بالشكل ده وبشكل غير رسمي فبقول لكم أن الخبر ده بيكون زي بالونة اختبار من صاحب او الشخص اللي بنتكلم عنه في الخبر. في اخبار دلوقتي بتقول ان الكابتن محمود طاهر بينوي الترشح في انتخابات النادي الاهلي القادمه، وهيكون معاه رجل اعمال يا اما ابو هشيمه يا اما نجيب سويرس، وفي كمان ناس بتقول ان الاثنين هيكونوا موجودين في قائمته ضد الكابتن محمود الخطيب. كمان نجيب سويرس بدا يطلع ويتكلم ويقول لك انا هدعم محمود طاهر في انتخابات النادي الاهلي. فيبدو ان صراع الانتخابات بدا بشكل مبكر جدا في النادي الاهلي، والانتخابات الجايه هتكون فيها زي ما قلنا من فتره كبيره جدا لو الناس فاكره، الفلوس هتكون فيها بشكل كبير جدا، هيكون في اغراءات ماليه وهيكون في ناس كتير قوي عايزه اشخاص بعينها تنجح علشان تسيطر من خلال الاشخاص دي على النادي الاهلي. نتمنى الافضل للنادي الاهلي الفتره الجايه. الكابتن محمود الخطيب ايضا بيعرض على موسيماني التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي. موسيماني عاوز يرجع محمد عبد المنعم بعد اعارته، فالكابتن محمود الخطيب بيعرض على موسيماني ان هو يتعاقد مع باهر المحمدي وسيديهات وفيديوهات لباهر المحمدي علشان موسيماني يحسم الموضوع. كمان تقارير صحفيه قيمه انتقال ناصر ماهر الى صفوف فيوتشر هي $1 مليون، لكن باكد لكم ان ناصر ماهر مش هيكمل في فيوتشر، اللاعب هيروح لبيراميدز بعد موسم. هي محطه او كوبري كده من ناصر ماهر، لان النادي الاهلي كان مصر على عدم التعامل مع بيراميدز وعدم انتقال اللاعب بشكل مباشر من النادي الاهلي الى بيراميدز رغم ان موسيماني ما كانش عايزه. كمان النادي الاهلي بيختار خلاص رسميا استاد الاهلي والسلام واستاد القاهره من اجل لعب مبارياته في دوري ابطال افريقيا الفتره الجايه. كمان النادي الاهلي بيضغط على اتحاد الكرة من اجل حسم مصير وموعد مباراة الاهلي وبيراميدز. النادي الاهلي
عاوز رد واضح وتوضيح من اتحاد الكرة، المباراة تتلعب امتى، هتلعب ولا لأ، علشان ما يتفاجئش بميعاد مرة واحدة. كمان النادي الأهلي عاوز طاقم حكام أجانب في هذه المباراة، والنادي الأهلي يعني بيقول احنا مستعدين هنتحمل تكاليف ومصاريف استقدام الطاقم بالكامل، ما عندناش أي مشكلة. كمان بالنسبة لملف المدرب العام في جهاز موسيماني، الجنوب أفريقي موسيماني، الراجل بعد ما النادي الأهلي رفض تماما فكرة إن يكون في مدرب عام أو مساعد موسيماني من جنوب افريقيا، كان في شخص من اورلاندو بايرتس لكن النادي الاهلي رفض. فالراجل كان بيقول ان صعد سامي قمصان ومش عايز اي حد، خلاص انا راضي بالجهاز الفني، لكن النادي الاهلي رافض الموضوع ده وعايزين حد مساعد لموسيماني الفتره الجايه. الاقرب حتى الان هو الكابتن رضا شحاته، علاء ميهوب موجود في الصوره، اسماء كتيره موجوده في الصوره، لكن الاقرب حتى الان هو الكابتن رضا شحاته. بالنسبه كمان لمحل الاداء الجديد هيكون محمود سليم، هيكون محل اداء جديد ان شاء الله في الجهاز الفني للنادي الاهلي. بالنسبه لمفاجاه حلقتنا، حارس مرمى جديد للنادي الاهلي، النادي الاهلي بياكدوا داخل النادي ان ملف محمد بسام ما اتقفلش، اللاعب عقده هينتهي مع الجيش الموسم القادم، فبالتالي الجيش هيكون مضطر ان هو لو ما نجحش يجدد تعاقد محمد بسام الفتره الجايه ان هو يستغله ويبيعه في يناير من اجل الاستفاده منه ماديا. كمان ممكن النادي الاهلي يقدم عرض والعرض ده يكون من ضمنه ان هو الجيش ياخد حارس مرمى من النادي الاهلي، ممكن يكون علي لطفي، ممكن يكون مصطفى شوبير. هتقول لي علي لطفي ازاي؟ اقول لك ان النادي الاهلي وفي تقارير صحفيه بتقول لك ان في حارس مرمى من حراس مرمى الزمالك الكبار اللي عقده قرب ينتهي، واللي حتى الان الزمالك ما قدرش يجدد تعاقده، اللاعب بيرحب ان هو يمضي للنادي الاهلي وينضم للنادي الاهلي بشكل مجاني، فبالتالي ممكن النادي الاهلي يستغنى عن حارس كبير زي علي لطفي للجيش مقابل التعاقد مع محمد بسام، في ظل ما انت كده كده ممكن تخطف حارس من حراس مرمى الزمالك. كمان سيراميكا كليوباترا عرض على النادي الاهلي شادي حسين بعد ما كانوا بيطلبوا 35 مليون جنيه، عرضوه على النادي الاهلي مقابل 10 مليون، لكن النادي الاهلي رفض الصفقه بعد التعاقد طبعا مع حسام حسن. النادي الاهلي مش في احتياج لمهاجم جديد. بالنسبه لكريم حسن شحاته، الراجل ما شاء الله شغال في بركه اخبار على النادي الاهلي الفتره الاخيره، مره قال لك عقد موسيماني بينتهي بعد 10 ايام والعقد هينتهي السنه الجايه مش السنه دي. كمان طلع بيتكلم دلوقتي على علي معلول ويقول لك ان جاي له عرض من الدحيل القطري مقابل 2 مليون دولار، الكلام ده طبعا ما حصلش، ان علي معلول لسه باقي في عقده الموسم مع النادي الاهلي وان شاء الله اللاعب مستمر في النادي الاهلي. كمان محمد حمدي لاعب بيراميدز عقده بينتهي مع ناديه الموسم القادم، هو لاحد من ناشئين النادي الاهلي. النادي الاهلي تقارير صحفية بتقول ان هو وقع رسميا على عقود انضمامه للنادي الاهلي. كمان بالنسبة للكابتن احمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، بيأكد ان ناديه حصل على خدمات 7 لاعبين من النادي الاهلي، سعد سمير، مروان محسن، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، فارس طارق، مصطفى البدري، والحارس الشاب محمد طارق. سعد سمير طبعا هيكون الكابتن، مروان محسن وقع لمدة موسمين لفيوتشر، وناصر ماهر زي ما قلنا وقع لمدة 4 سنوات مع نادي فيوتشر. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونهاية اخبارنا، اشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. كان معاكم محمد رفعت، السلام عليكم.